وتقدري تعلميه اي حاجه تحبيها في نص اللعب كده. انا اللي هقول لكم يا امهات يعني لاحظتي مثلا ان هو بياخد جنب لما يخسر او بيتقمص، ممكن بذكاءه كده نصلح الحته دي واحنا بنلعب. اللعب بطريقه اذكى والطف من الاوامر المباشره، ما تغشش، ما تتريقش على حد، ما تضربش اختك. ممكن يتعلم الحاجات دي وهو بيلعب من غير طبعا ما نحول اللعب لدرس، بس نستفيد من فكره حبهم للعب معانا احنا بالذات. سيبي نفسك كده والعبي بنفس كده وانطلاق، وهي فرصه تعرفي ايه اللي في دماغه واللي في قلبه وبيفكر في ايه. كل ورقهم بيتحرق حبايبي طبعا وقت اللعب، تلاقي بقى راسم صورة بابا رفيع وشيك وبجرافطة كده وبتاع، وجنبه حاجة مبعجرة مش باين لها ملامح، يقولك ده انت يا ماما حبيبتي بعد الحجر الصحي. طبعا ساعتها بيبقى فرصة هايلة انك تعلميه حاجات جديدة، اولها الادب طبعا، لان الامهات ما بتتخنش معروفة، ولا الستات عامة كلهم اللي تأدب. ارسم عدل يا حبيبي، ارسم عدل. لا ايه ده هايل، انت على فكره بالنسبه لسنك الافكار اللي انت بتقولها دي ممتازه على فكره، يعني انا دايما بشوف دي لمبه، انت شفتها عظمه ازاي؟ برافو بصراحه. العب انا بقى، دوري بقى، يلا. ها شامي حكايه التواليت اللي بيطلع لي كل مره ده، انت اللي عملت الريحه دي؟ مالك يا احمد حسكت ايه؟ لا لا تمام. ما تبصش. نلعب كوتشينه ولا ايه؟ تعالى انت بس. لا تعالى انت بس اعمل البتاع، اشتغل انت، وانا هيبقى ليا كارت هنا في النص كده، ايه يعني هقول معاكم انا في النص. معانا اتصال ونقول الو، معانا مكالمه ونقول الو. ايوه حسام من الشرقيه، اهلا 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 يا حسام، ده صديق البرنامج. طبعا احنا بنهزر لغايه ما التليفون. انا حسيت كده برضه. يلا 3 2 1 كات. بص بقى، اللعبه دي اسمها اسحب واحكي، احنا هنحكي حكايه مع بعض باستخدام الصور اللي موجوده في الكروت دي. انت تاخد اربع كروت، ماما هتاخد اربع كروت، انا هاخد كارت في النص كده عشان العب معاك. نلعب بصر بعد اذنك. لا هبقى نلعب بصر لما نخلص. فنط كده، طلع الكومي. ايوه فكره اللعبه دي بتطلع قصص غريبه جدا. استنى اشوف كده. يلا بينا، اتفضلي. ايه ده؟ سهم او ريشه فرخه يعني اللي انت عايزه. اي حاجه. ما شوف اللي يجي معاك براحتك. كان في مره ايه؟ كان في مره سهم طاير على راجل. انا اللي هقول. غششتني؟ لا لا. العصفوره كانت طايره فوق فخبطت في الباراشوت. أيوة. في الفضاء. احب انا الخيال. الظلمه ففتح اللمبه. بعدين حصل ايه بقى؟ حصل قفله. حلو جدا. الكوكب اللي في الفضاء ده بعيد، بس ممكن نوصل له عن طريق البالون ده. في شغل جامد. الكره الارضيه كلها باظت بسبب القفله. بسبب القفله. انا بقى دوري في الكوكب ده بقى، كانوا بيعملوا برنامج جديد اسمه الفاميليا. الفاميليا دي بيبقى فيها لونات كتير. وبعدين خرج وسال مامته ثلاث اسئله. هي ورطتك طبعا. هو ليه البني ادم عنده خمس صوابع في رجله؟ وقرر انه يعمل سفريته دي على رجله. لازم تقفلي القصه بقى يا ماما. القفله؟ انا مش عارفه. النهايه انتحر من هنا. لا خد الباراشوت وطار. طار بقى علشان البلد دي ما خلاص. الارض دي كلها مش هينفع نعيش فيها تاني. بالظبط. بس بعد كل العذاب اللي شافه ده، ساهم ودخل في لمبه ولف العالم، جات له بقى نحله كويسه كانت بتديله عسل. فتح منحل بقى بره. يلا تحكي لنا بقى الحكايه دي تاني من الاول. كان في مره كوكب في الفضاء. ايوه. والكوكب ده عليه اشجار، نحله قرصته وراح المستشفى وخد خمس غرز. ايوه. وهو في المستشفى قهر، خد طلقه من دي وهو في العنايه المركزه. بعديها جت نحله طيبه تديله عسل. وتديله عسل. عمل منحل بقى. لولا السهم ده ما كانش ربنا فتح عليه وكلنا عسل حلو في المنحل بتاع الراجل الطيب ده. سماه عسل السهم على فكره. بقى دي الماركه. برافو برافو.